الأول في الشوط الرابع اندفاع لجياد عمر الثلاث سنوات فأكثر المشاركة في الجزء الأول من الشوط الرابع لجائزة النادي التقديرية بمشاركة كل من معبر حمر عين متفوق رايد الرايد الفقيد متميزة ميلار الجراف غاير رسام مرضي نشاش فتاة الرفيع تاجي رسمية شان جمول المركز الأول لغاير كما تشاهدون محاولات من الفقيد أيضا محاولات من بقية الجياد غاير في المركز الأول الجراف يحاول أيضا في المركز ثاني محاولات من بقية الجياد الفقيد يحاول مع غاير صاحب المركز الأول غاير في المركز الأول ابن سعود برزق الشيباني مع الخيال خالد القراشي الفقيد في المركز الثاني مع الخيال محمد الفهد في تحاذي محاولات أيضا من بقية الجياد محاولات من مرضي أيضا وتقدم الآن لحمر عين في المركز الثالث محاولات أيضا من قبل بقية الجهات تاجي يحاول الآن للمركز الرابع وتقدم الفقيد الآن للمركز الأول وأخذ الصدارة من غاير معبر الآن يتقدم للمركز الثالث كما ذكرنا معبر أول مشاركة له هذا الموسم سباقات المصيف ويحاول الآن في المركز الثالث مع غاير و محاولات من أيضا الفقيد من الخارج في المركز الأول وتاجي يحاول أيضا معبر من الداخل محاولات من قبل بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط ميلر يحاول للدخول من الخارج على الفقيد الذي يشتد المنافسة معه ومع غاير وميلر يتقدم من الخارج ميلر في المركز الأول ميلر 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 من الخارج في المركز الأول تقريبا ميلر أم فتاة الرفيعة وليست ميلر إذا فتاة الرفيعة تحقق المركز الأول لسالم بالصقر عياد الف